حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الرسائل المهمة فور وصوله إلى استاد القاهرة لحضور مؤتمر تحيا مصر فلسطين لدعم الشعب الفلسطيني، والتقط صورة جماعية تذكارية مع المشاركين في المؤتمر قبل انطلاقه. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية لم تغلق معبر رفح أبدا، في بعض القنوات قامت بالإساءة لنا، كان في إجراءات أخرى من الجانب الآخر لدخول المساعدات. مضيفا قبل 7 أكتوبر كان بيدخل 500 شاحنة يوميا، وحينما تكون هناك أزمة كبيرة ليس من صفاتنا أو سمتنا أننا نقفل المعبر. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جميع المصريين اشتركوا للتخفيف عن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة. وتابع الرئيس: نؤكد على الدور الكبير الذي قامت به مصر متمثلة في كل المصريين، جمعيات ومنظمات وحياة كريمة وتحيا مصر، كل الناس اشتركت لكي تخفف عن أهالينا في قطاع غزة رغم ظروفنا الصعبة. لكن أقول لكم إن حجم المساعدات مقارنة بالمساعدات التي تم إدخالها خلال الأيام الماضية لا يقل عن من 75% ل 80% فيما جاء من الدنيا كلها كوم، والكوم اللي مصر قدمته حاجة تانية، وده مش من حاجة ولا حاجة ولا منا، لكن أقصد أقول بي إن إحنا كنا على قدر المسؤولية وحاسين قد إيه بنتحرك كلنا ونخفف عن أهلنا في القطاع بالمساعدات اللي اتجهزت في أسرع وقت. يعني الحقيقة جهود كبيرة جدا بتقوم بها الدولة المصرية دوما دكتور عبد الله، وكان في رسائل كتيرة مهمة بالأمس سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عنها، أبرز ما توقفت عنده دكتور عبد الله. إن إحنا لم نخزل أبدا يوما من الأيام القضية الفلسطينية، لأن إحنا يمكن ناس كتيرة ما تعرفش إن الأربع حروب اللي خاضتها مصر هي خاضتها من أجل القضية الفلسطينية. إحنا لم تكن لدينا إشكالية حقيقية في حدودنا مع حدود فلسطين أبدا. مزبوط. من أول 48 56 67 73. طب اسمح لي يا دكتور عبد الله قبل ان نستكمل هذه النقطه، ورد الينا هذا الخبر العاجل الان، خلينا نقراه على الساده المشاهدين. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحاديه رئيسي وزراء اسبانيا ورئاسة الاتحاد الأوروبي وبلجيكا الرئاسة المقبلة، وذلك في مباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة. إذن ورد إلينا هذا الخبر العاجل الآن. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية رئيسي وزراء أسبانيا، وهي التي تتحمل رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا، وبلجيكا الرئاسة المقبلة، وذلك في مباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة. ده يمكن الخبر العاجل اللي احنا قرأناه مرتبط ارتباط وثيق، لأن في مسار دبلوماسي وسياسي واستقبال جرحى ومصابين دكتور عبد الله وإدخال مساعدات، وهو ده جزء من دور مصر. في حاجة بقى في منتهى الخطورة، لابد أن مصر هي شريك أساسي للاتحاد الأوروبي، وأنا أعتقد أن دور مصر وبالذات الخارجية المصرية والدبلوماسية المصرية الآن عليها أن هي تخاطب الاتحاد الأوروبي، لأن ما تتحمله مصر الآن من مهاجرين أفارقة وأشقاء، إحنا لدينا جاليات من السودان وسوريا واليمن ومن ليبيا والعديد من الدول، ومنهم برضو أشقاء فلسطين اللي هم احتجزوا داخل مصر ومش قادرين يدخلوا قطاع غزة نتيجة الأحداث اللي بتحدث في غزة. فبالتالي مصر تتحمل الكثير، وده فوق طاقة مصر الاقتصادية والسياسية. فعشان كده أنا من وجهة نظري أنا الشخصية أني استقبال سيادة الرئيس لرئيس الاتحاد الأوروبي الحالي ثم القادم، ده بيعني أن الاتحاد الأوروبي يعي جيدا أهمية دور مصر والأعباء الكبيرة التي تقع عليه. عشان كده أنا شايف أني ده الوقت اللي لازم الشراكة المصرية الأوروبية تتعاظم، لأن الضغوط الاقتصادية والضغوط السياسية والأمنية على مصر كبيرة جدا. إن لم يكن تلك الشراكات يتم تفاعلها وإن هي تكون شراكة إيجابية في تلك اللحظة، أنا شايف يعني أنا الاتحاد الأوروبي بيتحدث على أني سيدعم مصر باستثمارات بعشرة مليار، أنا أعتقد أن هذا المبلغ زهيد لما يحدث الآن في مصر. أنا أتمنى أن تكون ما تقلش عن 30 أو 40 مليار عشان حجم المهاجرين الموجودين داخل مصر. أكيد، وهم ضيوف مصر.